هذه العمليات التجميلية أستاذي الكريم لن تصلح قباحة الوجه الأطلسي الغربي الأمريكي الأوروبي الصهيوني. سأعطيك سأحاول أن أكون موضوعيا بما أقول. نحن في المنظمة العالمية لدعم سيادة الشعوب نعمل منذ ما لا يقل عن 40 عاما في الإعلام والسياسة والثقافة في أوروبا وأمريكا، ونعرف تماما وربما نعرف أكثر مما يعرفه غيرنا كوننا هنا مثل ما بيقولوا على كعب القش، يعني نعرف تماما ما يحصل في داخل المطبخ السياسي الغربي أو الغربي الصهيوني لنكن دقيقين في التعابير. كل ما يجري من عمليات تجميلية هو خارج المسرح. على المسرح يوجد قوتان، يوجد المقاومة في فلسطين ولبنان واليمن والعراق، ويوجد جيش الاحتلال الصهيو غربي، لأن الصهاينة ليسوا وحدهم، الكل حتى الغير متعلم أصبح يعرف أن إسرائيل أو الكيان الصهيوني ليس وحده في المقاومة في الحرب على غزة، هي الكتلة الأطلسية الغربية هي التي تقوم بقتل الفلسطينيين واللبنانيين واليمنيين والعراقيين والسوريين. كل ما يجري خارج المسرح هو فقط فقاعات، من زيارات إلى أمريكا ومن عمليات تسوية ومن إرسال مساعدات، كل هذا لمحاولة تجميل الصورة القبيحة التي ارتسمت في أذهاننا جميعاً وفي أذهان كل شرفاء العالم. هذا ليس كلامي أنا وحده. اليوم في فرنسا يوجد 4 مستويات للتفاعل أو للتعامل أو للنظر إلى ما يجري من فظائع ومن حرب إبادة في فلسطين. لدينا 70% أو 60 لأكون موضوعياً جداً، 60% من الفرنسيين الذين يشاهدون وسائل الإعلام الرسمية الفرنسية، هؤلاء كلهم كتلة واحدة خلف القيادة الأطلسية الصهيونية، ولا يبالون بما يجري على أرض فلسطين. ويوجد نسبة ربما تكون بال 15 أو 20% هم متعاطفون بالمطلق مع ما يجري ولكنهم خارج المسرح. ماذا يفيد أن نتكلم خارج المسرح وكل ما يقال هو في على مسرح الأحداث؟ إذن هذه بالضبط يعني ما يجري وما يقال. الإعلاميون الذين يعملون في وسائل الإعلام مثلك أستاذي الكريم نشاهدهم يوميا على شاشات القناة الأولى والثانية الفرنسية يتعاطون المسألة وكأن لا شيء، يعني لا يضعون الكلمات المناسبة، لا يضعون النقاط على الحروف حول ما يجري من فظائع ومن حرب إبادة على أرض فلسطين. الموضوع الثاني، أوروبا الآن ليست كما نعرفها أو كما عرفناها في السنوات الماضية. اليوم لنأخذ فرنسا، فرنسا تتهاوى. قبل أيام كان هناك في باريس المعرض الزراعي وهو أكبر تظاهرة سنوية تعرفها فرنسا. ذهب الرئيس الفرنسي واستقبلته الناس بالخراطيم المياه وبالسباب وبالشتائم، واضطر للعودة إلى قصر الرئاسة الفرنسية ومسح وجهه وكأن الدنيا تمطر كما نقول عندنا. فرنسا الآن، الرئيس الفرنسي الآن لا يفكر إلا بإرسال جنود إلى أوكرانيا. فرنسا اليوم تتهاوى